يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي، برحب بكم في حلقة جديدة من كلام في الميديا. النهاردة أكيد عندنا أخبار كتير وكلام كتير، ونتعرف برضو على كل الجديد في استعدادات فريقنا إن شاء الله لمباراة الثورة الجزائري في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، والمقرر ليها بإذن الله يوم الجمعة اللي جاية يوم 18 يناير. المدرب لاسارتي أعلن قائمة الفريق إن شاء الله هتسافر بكرة للجزائر. طبعا النادي الأهلي بيسعى أكيد إن هو يفوز عشان يجمع 6 نقط من أول مباراتين ليه، وده أكيد هيقربنا من التأهل بإذن الله للدور اللي جاي، ويكون طبعا خطوه في اطار حلم كل الاهلاويه عشان نتوج باللقب القاري الغايب عن خزائن النادي الاهلي من فتره، واللي طبعا التوفيق غاب برضو في اخر نسختين عن النادي الاهلي بالخساره في المباراه النهائيه. كمان ان شاء الله يكون في اخبار عن التعاقدات الجديده للنادي الاهلي، وزي ما قلت لكم امبارح ان احنا هنسمع اخبار حلوه عن حمدي فتحي. امبارح طبعا النادي الاهلي اعلن عن اتمام صفقه انتقاله للنادي الاهلي لمده 4 مواسم ونص، واكيد طبعا بنرحب بحمدي فتحي وبنتمنى له كل التوفيق مع النادي الاهلي. النهارده كمان هيكون معانا كل جديد في الاخبار المحليه والعالميه، ونتعرف برضو على اخر استعدادات مصر لاستضافه كان 2019، واللي اكيد كلنا بنامل ان هي تكلل بالتتويج باللقب زي ما حققناه في مصر 2006، واللي كان طبعا بدايه لانطلاق المنتخب وتكللت بالتتويج بلقب 2008 و2010 والتاهل لمونديال 2018. كل ده هنناقشه النهارده مع ضيفنا الاستاذ محمد باهي الناقد الرياضي في جريده الاهرام، وكالعاده بنبدا حلقتنا دايما باهم وابرز العناوين. لاسارتي يعلن قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة الثورة الجزائري. مروان يغيب عن الأهلي لمدة شهر وهشام يبتعد لأسبوعين. الإصابة تضرب عاشور والإشاعة تحدد مصيره. الأهلي يعلن قيد أجاي وحمدي فتحي في القائمة الأفريقية. الأهلي يشكر كوليبالي ويهديه درع وعلم الأهلي. اتحاد الكرة يجتمع الأحد المقبل لحسم لجان كان 2019. صلاح ضمن التشكيل المثالي للجولة 22 في الدوري الإنجليزي. ودلوقتي هنروح معاك ونشوف أهم الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الجرائد. الأهرام، الأهلي يحسم الصفقة السابعة بضم حمدي فتحي. الأخبار، حمدي فتحي في الأهلي 4 سنوات ونصف، وعبد الحفيظ يقود المفاوضات مع الصالح. الشروق، الأهلي يفسخ عقد كوليبالي لقيد أجاي أفريقيا. الفريق يبدأ الاستعداد لمواجهة شبيبة الثورة الجزائري، وعمرو جمال يعود محليا لحل الأزمة الهجومية. المسا، لاسارتي اللي جاي أفضل للأهلي، ما زلت أستكشف اللاعبين وأسعى للاستقرار على التشكيل الأمثل. الشروق، لاسارتي لن أحسم قراري بإضافة صفقات جديدة للأهلي. الفوز على فيتا كلاب انطلاقة مهمة في مشوار البطولة الأفريقية، وما زلت في مرحلة استكشاف اللاعبين. اليوم السابع، الأهلي يبدأ مفاوضات تجديد عقود أجاي ومعلول. الأحمر يبدأ اليوم الاستعداد للثورة، وعبد الحفيظ يعلن قيد عمرو جمال وضم حمدي فتحي رسميا. الأخبار، الأهلي مبسوط بتخطي الظروف الصعبة والفوز على فيتا كلوب. لاسارتي، حققنا هدفنا من المباراة ونستعد مبكرا لمواجهة شبيبة الثورة الجزائري. الجمهورية، لاسارتي يغلق ملف فيتا استعدادا للثورة. روزل يوسف، ناصر ماهر جوكر الأحمر الجديد. نشوف مع حضراتكم دلوقتي اهم الاخبار اللي جت عن النادي الاهلي في الجرايد، وهنبتديها من الاهرام. الاهرام قالت ان انهت اداره النادي الاهلي اجراءات انضمام حمدي فتحي لاعب وسط انفي لصفوف الفريق الاحمر لمده 4 مواسم ونص، هتبتدي من فتره الانتقالات الشتويه الحاليه، ونجح امير توفيق مدير التعاقدات في قياده الصفقه لبر الامان بعد مفاوضات مكثفه مع انفي اعتمد فيها على رغبه اللاعب نفسه للانضمام للقلعه الحمراء. استلم امير توفيق ملف حمدي وفي عقود موقعه على بياض، وتواصل مع إدارة أنفي وطلب فتح التفاوض على ضم اللاعب، واللي استمرت حوالي شهر، وقدر إن هو يحصل على توقيع اللاعب من جديد لمدة 4 أعوام ونص. وكشف مصدر إن مدافع الفريق البترولي رامي صبري طلب من زميله إن هو ما يلعبش لأي فريق تاني غير للنادي الأهلي، يا إما يفضل موجود في أنفي. هو ده برضو اللي عمله رامي صبري لما طبعا ارتبط اسمه في الفترة اللي فاتت في الانتقالات للنادي الأهلي. فعلا رامي صبري برضو فضل ان هو يفضل في انفي
دلوقتي لو ما اتنقلش من النادي الاهلي برغم ان هو وصل له اكتر من عرض وكانت عروض مغريه وكان يمكن ابرزها من نادي بيراميدز. كمان الشروق قالت ان الاوروجياني مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي قرر ان هو يرسم صوره واضحه عن تشكيل الفريق الاساسي للنادي الاهلي اللي اعتمد عليه، واكد كمان ان الاداء بيتحسن بمرور الوقت وان هو بيدور خلال الايام اللي جايه مع جهازه المعاون في الاسامي المرشحه لاستكمال القائمه الافريقيه ودراسه اذا كان الفريق محتاج لصفقات جديده ولا لا. كمان اليوم السابع قال ان قرر مسؤولين النادي الاهلي فتح المفاوضات مع ثنائي الفريق معلول وجونيور اجاي عشان يجددوا معاهم، وبينتهي طبعا عقد الثنائي بالموسم المقبل. وجي قرار مسؤولين النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت طبعا في ظل الرغبه على الابقاء على الثنائي لقناعه الجهاز الفني بقدرتهم الفنيه الكبيره. ومن أهم الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الصحافة نروح معاكم ونشوف أهم الأخبار اللي اتقالت برضو عن النادي الأهلي لكن على مواقع الإنترنت. الموقع الرسمي للنادي الأهلي لاسارتي يعلن قائمة الأهلي المسافرة للجزائر. بوابة المصري اليوم لاسارتي يعقد محاضرة سريعة مع لاعبي الأهلي قبل المران. بوابة الأهرام تدريبات استشفائية للأساسيين في الأهلي. بوابة أخبار اليوم بعد عودته بدقائق إصابة جديدة لحسام عاشور. الأهلي دوت كوم طبيب الأهلي يكشف عن التشخيص المبدئي لإصابة حسام عاشور. اليوم السابع حمدي فتحي يشارك في ميران الأهلي وغياب مروان وهشام محمد. بوابة الشروق أزار والشيخ يواصلان برنامج العلاج في تدريبات الأهلي. البوابة سبورت طبيب الأهلي مروان محسن يغيب شهر وهشام محمد أسبوعين. الموقع الرسمي للنادي الأهلي أكرم توفيق يجري جراحة في الأنف. الفجر الرياضي تدريبات تأهيلية لأحمد علاء في الأهلي. نشوف مع حضراتكم دلوقتي تفاصيل اهم اخبار النادي الاهلي من على مواقع الانترنت، وهنبتدي بالموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان اعلن مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي قائمه الفريق اللي هتسافر للجزائر بكره ان شاء الله يوم الثلاث استعدادا لمواجهه شبيبه الثوره الجزائري في الجوله الثانيه لدور المجموعات في دوري ابطال افريقيا، والمحدد ليها باذن الله يوم 18 من الشهر الجاري. ضمت القائمه 19 لاعب وهم شريف اكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي، محمد هاني، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، علي معلول، عمرو السلية، حمدي فتحي، كريم ندفد، محمد شريف، أحمد حمودي، ناصر ماهر، وليد سليمان، رمضان صبحي، حسين الشحات، جونيور أجاي، ميدو جابر، وإسلام محارب. كمان بوابة المصر اليوم قالت أن مارتين لاسارتي عمل محاضرة سريعة مع اللعيبة جوه ملعب مختار التتش قبل بداية التمرين النهاردة، واتكلم فيها لاسارتي مع اللعيبة عن مباراة شبيبة الثورة وطلب من اللعيبة أن هم لازم يستمروا في تحقيق الانتصارات. كمان بوابة أخبار اليوم قالت أن رجع حسام عاشور للمشاركة في التمرين البدني بعدما تعافى من الإصابة اللي تعرض ليها في كاحل القدم، ولكن للأسف خلال التقسيمة اللي أجراها المدرب الأوروجواني مارتين لاسارتي اتصاب اللاعب مرة تانية في كرة مشتركة مع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق وخرج من التمرين. كمان الاهلي دوت كوم كتب ان خالد محمود طبيب النادي الاهلي قال ان التشخيص المبدئي لاصابه حسام عاشور عباره عن كدمه في الركبه، وقال ان اللاعب هيعمل اشعه عشان تحدد مده غيابه. كمان اليوم السابع قالت ان حمدي فتحي لاعب وسط النادي الاهلي الجديد انتضم في تمرين فريقه اللي اقيم النهارده الصبح على ملعب مختار التتش في الجزيره لاول مره بعد ما انتقل من صفوف انفي لمده 4 مواسم ونص. دلوقتي تعالوا نشوف مع بعض اول لقاء لحمدي فتحي لاعب نادي انفي السابق ولاعبنا الحالي دلوقتي بعد طبعا انتقاله للنادي الاهلي على شاشه قناه النادي الاهلي. من الصيف اللي فات وانا متماسك اني اكون موجود في النادي الاهلي،
والنهاردة بصراحة أسعد يوم في حياتي وحلمي وحلم عيلتي من صغري يعني الحمد لله يعني. والله المفاوضات بدأت من الصيف اللي فات، فما حصلش نصيب إنبي تمسك بوجودي في النادي، وأنا كنت متمسك جدا برضو إن أنا أكون موجود في النادي الأهلي. فالفترة اللي فاتت دي من 3 أسابيع وهم بيتكلموا مع النادي وأنا بتكلم معاهم، وكان في ضغط جامد إن أنا أكون موجود في النادي الأهلي. فالحمد لله إن ده الحلم يعني واتحقق يعني، والحمد لله ان انا موجود في النادي الاهلي النهارده يعني. انا بدات في دمنهور كنت صغير يعني، حتى لعبت درجه اولى سنتين بس، سنه ممتاز بيه وسنه السنه اللي كنت موجود في الدوري الممتاز. انتقلت الانبي فما حصلش نصيب ولعبت السنه دي، فالسنه دي انا مضيت على نفسي واصله امانه عشان اطلع العب، عشان اتكلمت معاهم هم كان كمان عايزين يقعدوني، فكابتن علاء عبد العال ما كانش عايزني السنه دي والنادي ما كانش عايز يمشيني. فانا قلت لهم لا، انا لو قعدت السنه دي انا هبطل كوره، هتبطلوني كوره. فمضيت على نفسي واصله امانه ب 2 مليون جنيه عشان اروح العب سنه في بتروجيت، والحمد لله كنت موفق السنه دي بفضل ربنا طبعا والكابتن طلعت يوسف، وانا بشكره يعني. الموسم اللي فات كله كنت عامل موسم كويس جدا، والحمد لله يعني محطات صعبه، ف يعني عشان اوصل الحلم اللي انا فيه يعني دلوقتي. بصراحه ابويا كلمته في التليفون وكان فرحان جدا، وامي كلمتها برضو بعديه على طول وقعدت تعيط، بصراحه فرحانه جدا يعني. انا الفتره اللي فاتت دي كلها كنت بتمرن مع دكتور التاهيل لوحدي، فعشان اكون موجود في النادي الاهلي بصراحه يعني. انا كنت مصمم ان انا اكون موجود يعني، فحصل مشاكل كتير ان هم اتكلموا معايا بصراحه. فجيت بعد كده كلمت الاستاذ زكريا بصراحه يعني في 3 ايام، الاستاذ زكريا لما كلمته الموضوع بصراحه خلص، نائب رئيس النادي مظبوط، فكلمته 3 ايام بالظبط والموضوع خلص. فبصراحه الكابتن رامي صبري له دور كبير قوي في وجودي هنا بصراحه يعني. كان في تليفون امبارح لرئيس النادي عندنا، والحمد لله يعني هو كلمه، والحمد لله ان الصفقه تمت على خير يعني الحمد لله. انا بصراحه اول ما دخلت حاسس ان انا حلم يعني، حلم والحمد لله اتحقق. فانا بصراحه اسعد يوم في حياتي النهارده بصراحه، وربنا يكرم ان شاء الله نكون على قلب رجل واحد الفتره اللي جايه، وربنا يكرم ان شاء الله وفي ماتش افريقيا اللي جاي ده وناخد كل البطولات يعني الفتره اللي جايه ان شاء الله. المنافسه طبعا قويه جدا، في اسماء كبار جدا في النادي الاهلي، فربنا يكرمني ان شاء الله. فعايزه جهدي اكبر من الفتره اللي فاتت، وربنا يكرم ان شاء الله اكون على قد مسؤوليه الجهاز الفني والنادي الاهلي والجمهور يعني ان شاء الله. انا سعيد ان انا موجود في وسطكم، وانا كنت بتمنى ان انا اكون موجود معاكم يعني الفتره اللي فاتت كلها. حمدي فتحي اخر الصفقات المباشره جوه النادي الاهلي، الف مبروك عليك انضمامك للنادي الاهلي، وان شاء الله تقدم المزيد من النجاح جوه النادي الاهلي. نرجع تاني لاخبارنا وبنوصل للبوابه، بوابه الشروق اللي قالت ان وليد ازار واحمد الشيخ لعيبه نادي الاهلي خاضوا جلستهم العلاجيه والتاهيليه النهارده يوم الاثنين استعدادا لرجوعهم مره تانيه للمشاركه في التدريبات. واشتكى كمان ازار من اصابه في العضله الضمه، وبيعاني الشيخ من اصابه في الركبه. كمان البوابة سبورت قالت ان طبيب النادي الاهلي كشف عن حجم اصابة مروان محسن مهاجم الفريق وهشام محمد لاعب الوسط، وقال محمود ان مروان مصاب بشد في العضلة الامامية من الدرجة الثانية وهيغيب طبعا عن الفريق لمدة 4 اسابيع يعني شهر، وقال كمان ان هشام محمد عنده شد في العضلة الخلفية وهيغيب برضو عن الفريق لمدة 2 اسابيع. الموقع الرسمي للنادي الاهلي كمان قال ان اكرم توفيق لاعب الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي عمل جراحه في الانف بعد ما تعرض للاصابه في وديه الفريق قصاد فريق جمهوريه شبين، وقال طبيب الفريق ان اكرم عمل جراحه عشان يعدل بس وضع الحاجز الانفي، ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي تمهيدا لرجوعه مره ثانيه للمشاركه في التدريبات الجماعيه.
كمان الفجر قالت ان احمد علاء مدافع النادي الاهلي عمل تدريبات تاهيليه وجري حوالين الملعب على هامش تمرين الفريق النهارده يوم الاثنين، بيعاني من الاصابه بشد في العضله الخلفيه تعرض ليه خلال التدريبات المستبعدين من مباراه النادي الاهلي سبا قصاد فيتا كلوب الكونغولي، وهيغيب علاء عن مباراه النادي الاهلي اللي جايه قصاد شبيبه الثوره الجزائري لحد طبعا ما يرجعوا بسبب ان هو مش مقيد في الفريق. دلوقتي هنطلع معاكم لفاصل سريع ونرجع مره تانية ونتابع معاكم بقيه فقراتنا في كلام في الميديا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا. قبل ما نروح للفقره اللي جايه فقره اهم الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج، نروح الاول لزميلنا شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي اللي كان متواجد النهارده في التدريب الصباحي للنادي الاهلي. يا مساء الخير عليك يا شريف. مساء الخير عليك شيما على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. عايز اعرف منك بقى اهم التفاصيل والكواليس الخاصه بتدريب النهارده. طبعا النهارده التدريب شهد وجود لاعب النادي الاهلي الجديد في اول تدريبه ليه، حمدي فتحي. لكن ان في العشر صراحه ان كان تمرين النادي الاهلي وقف الجهاز حسن حرشين يجتمعوا مع اللاعبين في ارض الملعب يمكن حوالي خمس دقائق اتكلموا فيها عن التركيز فقط في مباراه الافريقيه هو طبعا الحصول على الثلاث نقاط في المباراه المقبله، تقديم اداء مشرف للنادي الاهلي وليق باسم النادي الاهلي. يمكن بعد انتهاء التمارين بعد انتهاء المحاضره كان في احماء زائد اطالات زائد جزء بالكره صغير ثم صغيره، وكان في تمرين تخصص على الجول يمكن كان الصبح في ذبح عجل طبعا من اللاعبين وجهات لفك مسلسل الاصابات المستمر بشكل غريب في النادي الاهلي. طبعا شارك الوافد الجديد حمدي فتحي في تمرين اليوم متالق بشده، يمكن كان شارك النهارده في جزء كبير من التمارين سعد سمير وصلاح محسن وحسام عاشور، وللاسف حسام عاشور يمكن حصل له كدمه كده في رجليه في نهايه المران خرج على اثارها، يمكن اتكلمت مع الدكتور وقال لي كان يومين هعرف مده الغياب، بس هي باذن الله خفيفه وغير الاصابه القديمه يمكن معرفش. التشخيص المبدئي ان هي كدمه بسيطه في الركبه صح؟ كدمه وبشهادات كتير، لكن مسلسل الاصابات غريب، المسلسل بقى يعني دمه مش خفيف واصابات مش متكرره، يعني مش نفس الاصابه بيبقى اصابه في مكان ثاني خالص غير الاصابه القديمه علشان خاطر ما نظلمش الجهاز الطبي. طبعا اللاعبين اللي شاركوا في مباراه فيتا كلوب يمكن النهارده عندهم تمرين خفيف في الجيم اكتفوا به ثم ذهبوا خارج النادي، يمكن في نهايه المران كان وجود الكابتن خطيب طبعا اللي كان حريص يجتمع مع الجهاز الفني مع مستر رسالتي وكابتن محمد يوسف، يمكن اجتماع حوالي كان ربع ساعه، ويمكن بعدها اعلن القائمه الجهاز الفني اعلن القائمه المسافره اللي هتكون شريف اكرامي، الشناوي، علي لطفي، محمد هاني، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، علي معلول، السليه، حمدي فتحي، الوفد الجديد كريم نجد، محمد شريف، حمودي، ناصر ماهر، وليد سليمان، رمضان صبحي، حسين الشحات، اجاي، ميدو جابر، اسلام محارب. يمكن كان ليا لقاء مع دكتور الفريق الدكتور خالد محمود علشان اطمئن كم الاصابات الموجود في فريق النادي الاهلي، يمكن قال لي احمد علاء قدامه 10 ايام، احمد فتحي امامه 3 اسابيع، هشام محمد قدامه 2 اسابيع، مروان محسن 4 اسابيع، محمد نجيب 3 اسابيع، باسم علي 1 اسبوع، ازارو واخد اجازه وبعد ما يرجع من اجازه هيعمل له تيست ويكشف عليه، يمكن الشيخ 2 اسابيع، ربيعه 1 اسبوع، اكرم النهارده كان بيجري عمليه حاجز الوجه وبعد اجراء العمليه طبعا اتمنى له يوم بمليون الف سلامه، هيتحدد مده غياب ويمكن الاصابات طويله لكن كلها اسابيع باذن الله وتعدي على خير ويكون الفوز حليف النادي الاهلي يوم الجمعه باذن الله. السفر هيكون غدا في التاسعه
و10 صباحا، والعوده هتكون يوم الاحد. اتمنى باذن الله الاهلي يكون راجع وهو منصور اكيد ان شاء الله. النهارده انت عملت برضو لقاء مع حمدي فتحي الوافد الجديد او اجدد وجه في وجوه الصفقات الشتويه. اتكلم قد ايه هو سعيد بانضمامه للنادي الاهلي، واتكلم كمان قد ايه اسرته كانت سعيده جدا بان هو خلاص وقع على النادي الاهلي وان ده حلم طفولته. اتكلم برضو عن دور زميله كابتن رامي صبري كابتن انفي في مساعدته ان هو يوصل للنادي الاهلي او يمضي مع النادي الاهلي ويتم فعلا الاتفاق ما بين الطرفين. شفت ايه كمان من اللعب النهارده وانت بتعمل مع الانترفيو؟ خلينا اقول لك شباب ان حمدي عنده طموح وعنده اثبات ازاي انه يعمل حاجه كويسه مع النادي الاهلي الفتره المقبله. ممكن قال لي النهارده من الكواليس انا داخل في تحدي مع نفسي علشان خاطر اثبت نفسي في النادي الاهلي. انا عارف ان المنافسه صعبه في وسط ملعب النادي الاهلي، ولكن انا احاول واقاتل علشان خاطر احدد مكان اساسي في تشكيله النادي الاهلي. واتمنى الشفاء طبعا للنجم محمد محمود. يمكن يعني قال لي انا زعلت جدا لما سمعت خبر اصابه محمد محمود. طمنت على ارتداء التيشيرت الاحمر وانا مصمم على التالق مع النادي الاهلي. لاعب ذو اخلاق عاليه جدا، لاعب يمتلك امكانيات عاليه جدا. باذن الله الفتره المقبله يكون اضافه كبيره للنادي الاهلي مع باقي الصفقات السوبر. طيب برضه عايز اسالك على حاجه، شفت النهارده صور كتير على السوشيال ميديا، النهارده كان في عجل بيتذبح قبل التمرين؟ تم ذبح عجل قبل التمرين يعني تفاؤلا لفك النحت الملازم لمسافه. والله يا شريف احنا مش محتاجين عجل، احنا محتاجين مزرعتين عجول. اكيد صح مظبوط. بشكرك جدا يعني زميلي يعني شريف. طبعا تبقى زي حسناتهم باذن الله ويكون إن شاء الله يعني حاجه كويسه. والنهارده الناس البسطاء يعني فينا بيدعوا لاعبي النادي الاهلي هم بياخدوا توزيع اللحوم عليهم. كان في مشهد جميل، مشهد حضاري، العمال كتير والناس المحتاجين كتير جدا. يعني كان ليه اثر سيء جدا على العمال النهارده هم بياخدوا من الذبيح النهارده يعني. اكيد بشكرك جدا زميلي شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي اللي كان متواجد النهارده في التدريب الصباحي، وطبعا هو قال لنا كل الكواليس اللي حصلت النهارده في التدريبات. نرجع بقى ونروح لاهم اخبارنا المحليه والعالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج. اليوم السابع مجلس الجبلايه يجتمع الاحد المقبل لتشكيل لجان بطوله امم افريقيا 2019. فيتو 6 ملاعب فقط تستضيف مباريات الدوري قبل أمم أفريقيا. الفجر حازم إمام يرد على مطالب إلغاء الدوري المصري لتنظيم أمم أفريقيا. اليوم السابع وزير الرياضة بطولة أفريقيا حدث جاء قدرا لمصر ويجب استثماره جيدا. الوفد عمومية اتحاد الكرة تقرر عقد اجتماع طارئ. البوابة نيوز المقاولون يشكو أهلي بني غازي للفيفا ويطالب بالبطاقة الدولية لفاروق. الشروق صلاح على رأس التشكيلة المثالية للجولة 22 في البريمير ليج. في الجول روبرتسون صلاح يمثل للحصول على ركلات جزاء ليس من نوعية اللاعبين تلك. كرة ميسي ينتظر تحديا ثلاثيا بعد هدفه 400. سكاي سبورت هيغوين مصمم على الرحيل. أسلا إسبانية رسالة مؤثرة في 6 كلمات من العملاق دخية لجماهير مانشستر يونايتد. سبورت 360 ريال مدريد يعلن عن طبيعة إصابة بنزيما. نروح مع حضراتكم دلوقتي لتفاصيل اهم الاخبار المحليه ونبتديها من اليوم السابع. وطبعا كل الاخبار بتتكلم عن الحدث الاهم اللي هيحصل في مصر وهو اكيد كان 2019. يوم السابع قالت ان بيعقد مجلس اداره اتحاد الكوره برئاسه هاني بوريده اجتماع مهم يوم الاحد اللي جاي في مقر الجبليه عشان يناقشوا ترتيبات استضافه امم افريقيا 2019. تشهد الجلسه تشكيل اللجان ومنها الاستقبالات والاعاشه والتنقلات والرعايه الطبيه وغيرها، خاصه بعد اعلان وزير الرياضه امس تولي بوريده رئاسة اللجنة التنفيذية للبطولة.
كمان فيتو قالت ان بدا مسؤولين اتحاد الكوره التنسيق مع الاجهزه الامنيه لتحديد الملاعب اللي هيتم اختيارها لاستضافه مباريات الدوري المحلي خلال الفتره المقبله، واستقرت لجنه المسابقات في اتحاد الكوره برئاسه عامر حسين على تخصيص 6 ملاعب لاستضافه مباريات الدوري خلال الفتره المقبله، وهي المقاولين العرب، بترو سبورت، الدفاع الجوي، برج العرب، ملعب السلام، ملعب الجيش في السويس. واللجنه بتنتظر موافقه الامن على اقامه ما تبقى من مباريات الدوري على الملاعب دي بناء على التصور وجدول المباريات اللي هيحدده عامر حسين رئيس لجنه المسابقات، وهيعرضه بعد كده على الامن خلال الايام اللي جايه. كمان الفجر قالت ان ابدى حازم امام عضو مجلس اداره اتحاد الكوره اندهاشه بين تنظيم او بين بعض ربط ان تنظيم بطوله امم افريقيا 2019 ممكن تكون سبب في الغاء المسابقه، مسابقه الدوري المصري الممتاز. وقال حازم امام بدايه من وزير الشباب والرياضه اشرف صبحي ومجلس اداره اتحاد الكوره لم يصدر منهم اي تصريحات بشان الغاء الدوري، وقال كمان لم يتم الاستقرار على تعيين محمد فضل لاعب النادي الاهلي السابق مدير لبطوله امم افريقيا لحد دلوقتي. كمان الوفد قالت ان بتخطط انديه الجمعيه العموميه في اتحاد الكوره انها تعمل اجتماع عموميه غير عاديه في الفتره اللي جايه لرفض تطبيق دوري المحترفين في دوري الدرجه الثانيه، وبدات الانديه في جمع توقيعات لعقد الاجتماع في اقرب وقت، وتتمسك الانديه باستمرار نظام اقسام الدوري الحاليه بحيث يكون القسم الاول من مجموعه واحده والثاني من 3 مجموعات والثالث من 9 مجموعات. وكمان الانديه بتطالب بزياده نسبه البث الفضائي واللي وصل ل 100,000 جنيه لكل نادي على دفعتين، بجانب تشكيل روابط لاقسام الدوري الثلاثه، الدوري الممتاز، دوري الدرجه الثانيه، ودوري الدرجه الثالثه. كمان البوابة نيوز قالت ان تمسك مجلس ادارة نادي المقاولين العرب برئاسة المهندس محسن صلاح بكافة حقوقهم المادية والادبية في صفقة المدافع البوركيني فاروق نور الدين لاعب الفريق الجديد المنضم حديثا لصفوف النادي نادي المقاولين العرب قادم من اهلي بنغازي الليبي، ورفض مجلس المقاولين العرب تهديدات ادارة نادي اهلي بنغازي بعد توقيع اللاعب للذئاب، وقرر مسؤولين المقاولين العرب تصعيد الازمة ومخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا إجبار أهلي بنغازي الليبي على إرسال البطاقة الدولية لفاروقة عشان يقدروا إن هم يقيدوه في المباراة القادمة اللي هتكون قصاد مصر المقاصة في الأسبوع 19 من الدوري المصري الممتاز، ومحدد ليها إن شاء الله بكرة يوم الثلاثاء. كمان الشروق قالت ان اختارت هيئه الاذاعه البريطانيه محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وهداف فريق ليفربول الانجليزي ضمن التشكيله المثاليه للجوله ال 22 من عمر مسابقه الدوري الانجليزي او البريمير ليج، وده بعد تالق اللاعب قصاد برايتون واحرازه لهدف المباراه. شهدت التشكيله المثاليه اللي اختارها جاريس كوكس اسطوره مانشستر يونايتد الانجليزي السابق، تواجد ديفيد دخيا حارس مرمى مانشستر يونايتد، وكمان اختار كروكس في خط الدفاع 3 لعيبة وهم فابينيو من ليفربول، جيمس تايجوفاسكي من بيرنلي، كورت زوما من ايفرتون، وفي الوسط حط الجناح البرازيلي ويليان من تشيلسي، بول بوجبا من مانشستر يونايتد، ديكوين رايس من ويست هام يونايتد، واديمولا لوكمان من ايفرتون، وفي الهجوم كمان حط كروكس محمد صلاح من ليفربول الانجليزي، وماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد الانجليزي، واندري شورلي من فولهام. كمان في الجول قالت ان دافع اندي روبرتسون لاعب ليفربول الانجليزي عن زميله محمد صلاح نجم الفريق بسبب الادعاءات ان هو بيمثل عشان يقع في منطقه الجزاء ويحصل على ركله جزاء، قال ان صلاح مش من النوع ده من اللعيبه، وده كان في تصريحات نقلتها شبكه سكاي سبورتس. كمان موقع كورة قال ان واصل الاسطورة الارجنتينية ليونيل ميسي مهاجم برشلونة تحقيق الانجازات الرقمية بعد ما وصل لهدفه رقم 400 في الدوري الاسباني او الليجا مع البلوجرانا في 435 مباراة في البطولة. قالت صحيفة سبورت الاسبانية انه بجانب ترسيخ مكانة ليونيل ميسي كافضل هداف للدوري الاسباني، فان ليونيل ميسي بقى اول لاعب يسجل 400 هدف في دوري من الدوريات الاوروبية الخمسة الكبرى، وقال كمان ان ميسي
كان تجاوز أهداف جيرد مولر ال 365 واللي سجلها لبايرن ميونخ الألماني ما بين سنة 1965 و 1979، و 357 هدف برضو اللي سجلهم جيمي جريفز لتشيلسي وتوتنهام وويستهام في الفترة ما بين سنة 1957 لسنة 1971. كمان سكاي سبورتس قالت ان كشف جينارو جاتوزو مدرب ميلان الايطالي عن تصميم المهاجم الارجنتيني جوانزالو هيغوين على الرحيل عن الفريق في ظل التقارير اللي بتقول ان هو عنده رغبه في الانتقال لصفوف نادي تشيلسي الانجليزي. وانضم المهاجم البالغ من العمر 31 عام للنادي في يوليو الماضي معار من نادي يوفنتوس الايطالي في الموسم طبعا مع خيار الشراء، الا انه طبعا عانى في صفوف الفريق وما قدمش الأداء المتوقع منه واكتفى بتسجيل 8 أهداف بس في مختلف المسابقات. قال جاتوزو كمان بعد مباراة فريق وصاد سامادوريا عندما يتخذ لاعب قراره يصبح من الصعب إقناعه بخلاف ذلك، علاقتي به تقوم على الصراحة الكاملة. كمان أصل الأسبانية قالت أن أكد ديفيد دخية حارس مرمى مانشستر سيتي بعد فوز فريقه على توتنهام أنه هو فخور جدا بالأداء اللي قدمه فريقه ومساعدته على الفوز في المباراة السادسة على التوالي، وقال أن الفوز على توتنهام بهدف دون مقابل بيأكد النهج الصحيح للفريق في الفترة اللي فاتت. وجه رسالة لجمهور النادي وقال هذا هو مانشستر يونايتد الحقيقي والفريق قوي جدا، الآن نعرف كيف نسيطر على المباريات وكيف نحافظ على الكرة وكيف نخلق الفرص الممكنة للتهديف، وهذا أمر جيد بالنسبة لنا، وكما قلت هذا هو مانشستر يونايتد الحقيقي. كمان سبورت 360 قالت ان اعلن ريال مدريد عبر موقعه الرسمي النهارده يوم الاثنين عن طبيعه الاصابه اللي تعرض ليها المهاجم الفرنسي كريم بنزيما خلال مباراه ريال بيتيس ضمن اطار الجوله الاخيره من مرحله الذهاب في بطوله الدوري الاسباني. وقال كمان النادي في التقرير الطبي اللي نشره ان بنزيما بيعاني من كسر في صباعه الصغير في ايده اليمين، من غير ما يكشف برضه عن مده الغياب عن الملاعب، هيتم تقييم حالته في الايام اللي جايه ان شاء الله. مشاهدينا معنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معنا. نوصل معاكم دلوقتي لفقرة السوشيال ميديا، وطبعا هنبتديها مع حمدي فتحي لاعب النادي الاهلي الجديد اللي نشر النهارده صورة ليه على الانستجرام بعد ما وقع النادي الاهلي وبعد ما انضم للنادي الاهلي وكتب الحمد لله على انتقالي للنادي الاهلي، شكرا نادي انفي وان شاء الله اكون على قد المسؤولية، شكرا على كل اللي ساعدوني للوصول للنادي الاهلي، الحمد لله انا حققت حلمي. كمان حسين الشحات نشر صورة ليه على تويتر من مباراة بيتا كلاب واول مشاركة ليه مع النادي الاهلي وكتب الحمد لله القادم افضل باذن الله. كمان نشر ناصر ماهر لاعب النادي الاهلي اللي احرز الهدف الاول صوره ليه من المباراه على تويتر وعلق وكتب الحمد لله رب العالمين ان شاء الله اللي جاي احسن. كمان احمد حمودي نشر صوره على انستغرام من مباراه فيتا كلاب وكتب مبروك لجمهور النادي الاهلي اول 3 نقط في بدايه المشوار الافريقي، ان شاء الله بدعمكم لينا هنحقق البطوله. شارك كمان شريف عبد الفضيل لاعب النادي الاهلي السابق في هاشتاج شكرا بيبو على تويتر وكتب تحملت نقد الجمهور، نجحت في اداره كل الملفات الصعبه وقدرت تخرج بالنادي الاهلي من اصعب الازمات، عملت موسم انتقالات ممتاز ستظل اسطوره للابد، شكرا بيبو. كمان بقى عالميا نشرت الصفحه الرسميه لنادي ليفربول الانجليزي على تويتر صوره لمحمد صلاح وكتبت افضل لاعب في القاره الافريقيه، افضل لاعب في الشهر صاحب هدف الفوز امام برايتون، كلها امور روتينيه وايام عاديه من ايام محمد صلاح. كمان ديفيد دخية حارس مرمى مانشستر يونايتد اللي تالق امبارح في مباراه توتنهام واللي انتهت بفوز مانشستر يونايتد 1-0 نشر صوره من المباراه على تويتر وعلق وكتب ليله مثاليه فويمبلي. كمان نشر ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد اللي احرز هدف الفوز صوره على تويتر وكتب هدف من اجل عشاقنا، سافروا لمنازلكم في امان. كمان لوك شو لاعب المان يونايتد نشر على تويتر صوره ليه مع دخية مكتوب فيها نأسف مغلق يوم الاحد. كمان باو بوجبا نشر صوره من المباراه على الانستغرام وكتب يا له من فوز، اداء رائع من فريق لا اعرف ما اقوله حقا
لك يا دخيام. كمان نشر أندي هيريرا لاعب المان يونايتد صورة على تويتر من المباراة، كتب لا كلمات تصف ما فعلته يا دخية، يا له من موقف رائع من الفريق بأكمله. كمان كتب الحارس الكبير بيتر شمايكل على تويتر فوز رائع لمانشستر يونايتد ودخية كان بمثابة الحائط في المباراة. كريستين إريكسون كمان لاعب توتنهام كتب على تويتر بعد المباراة أنه فقط ليس يومنا. كمان نشر موسى سيسوكو لاعب توتنهام صورة من المباراة على تويتر وكتب يمكننا جميعا أن نشعر بخيبة أمل بشأن النتيجة أمس، ولكن الفريق أعطى كل شيء على أرض الملعب وسوف نتعلم من ذلك. شكرا للجماهير مرة أخرى على كل الدعم. وكمان نشر إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة صورة على تويتر من مباراة امبارح مع إيبار في الليغا واللي انتهت بفوز برشلونة 3-0، كتب 3 نقاط إضافية في الدوري الأسباني. نشر برضو آرثر ميلو لاعب برشلونة صورة لي من المباراة على تويتر وكتب انتصار عظيم لفريقنا نتقدم نحو هدفنا. نشرت كمان صفحة بلاتشر على تويتر صورة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع بعض نجوم الليغا وعلقت وكتبت ملك الليغا. كمان سيرخيو راموس قائد ريال مدريد نشر صورة على تويتر من مباراة امبارح مع ريال باتيس واللي انتهت بفوز الفريق الملكي 2-1 وكتب فوز صعب جدا حتى صفرة النهاية. نشر كمان كيلار نافاس حارس مرمى ريال مدريد صورة على انستغرام من المباراة وعلق وكتب الحمد لله 3 نقط مهمة. مشاهدينا دلوقتي نطلع معاكم لفاصل وبعدها هينضم لينا ضيفنا استاذ محمد باهي الناقد الرياضي في الاهرام. رجعنا سريعا لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا في كلام في الميديا وبينضمنا دلوقتي في الاستوديو استاذ محمد باهي الناقد الرياضي في الاهرام. مساء الفل على حضرتك. اهلا بك يا استاذه شيماء واهلا بالساده المشاهدين. اكيد النهارده هنتكلم عن حاجات كتير جدا بتخص النادي الاهلي، يمكن عندنا ملف الاصابات الانتقالات الشتويه وكمان اكيد اللقاء القادم للنادي الاهلي قصاد شبيبه الثوره الجزائريه يوم الجمعه اللي جايه. خلينا نبتدي بقى مع بعض بالاصابات، شايف ايه سبب الاصابات الكتير جدا لعيبه النادي الاهلي حتى اللعيبه لسه منتقلين حديثا للنادي الاهلي يمكن ما شاركوش غير في اقل من مباراه وبرده اتصاب؟ هو الحقيقه يعني خلينا نبعد شويه عن موضوع، هو طبعا العين صابتني ورب العرش نجاني زي ما بيقولوا، هو اكيد طبعا في اسباب عديده يعني بالنسبه للاصابات، ولكن في عالم الرياضه خلينا ناخذ بالاسلوب العلمي اكتر. يعني لعيبه النادي الاهلي دايما هم باعتبارهم النادي الاهلي طبعا اكتر حصدا للبطولات واكتر مشاركه حتى في المسابقات المحليه والافريقيه وكان في وقت من الاوقات طبعا المشاركات العالميه، فاعتقد ان موضوع الاصابات ده شيء طبيعي جدا جدا نتيجه الاجهاد البدني والاجهاد العصبي والعضلي والاجهاد المعنوي وتلاحق المباريات. صحيح. لا طبعا ده كل ده بيعمل لود كبير قوي قوي على اللعيبه. اضف الى ذلك طبعا عملية التشخيص المبدئي لابد ان يكون مثلا اللاعب عندما يتعرض لإصابة الإجهاد بالذات لإصابة اي إصابة مفصلية عضلية لابد ان هو يعني بيجلبه او بيصاحبه شيء من التوفيق عملية التشخيص بالذات، لان التشخيص 3/4 العلاج زي ما بيقول، التشخيص الصح يعني العلاج الصح. لعبة الأهلي غير محظوظة بالمرة في هذه الأيام وبجد يعني حاجة غير مسبوقة. برضو ممكن نستثني حالة محمد محمود من لعبة الأهلي لأن اللاعب كان لسه منضم للنادي الأهلي ما بقالوش أيام. بالظبط كده، والناس اللي طلعت قالت إن هو يعني كان مع وادي دجلة وكان بيتمرن عن جيل صناعة والحاجات دي، ده يعني شيء بعيد تماما. بس انا عايز اقول ان المشهد الثاني بالنسبه لمحمد محمود هو ده الاصابه، مش اصابه الكادمه. الكادمه ما تعملش يعني نوعين من الاصابه في وقت واحد. لو حضرتك لو بصيت لو شفت المباراه الكادمه الاولانيه دي عادي وبعدين رجع يلعب. اللقطه اللي وقع فيها رجليه يعني قفشت بلغه الكوره يعني في الملعب، هي دي اللي عملت له التمزق في الاربطه وصاحبها رباط صليب، يعني ده كان غير محظوظ بالمره غير الكدمه نفسها. زي ما بقول لك ان موضوع معظم او 80% من الاصابات عضليه ومفصليه،
فاكيد ده طبعا يعني هم غير محظوظين بالمره، نتيجه الاجهاد، نتيجه المباريات المتلاحقه، نتيجه المباريات المؤجله، نتيجه ان الاهلي عليه لود كبير جدا في موضوع حصد البطولات. عايز اقول برضو معلومه مهمه جدا جدا، لو كل المشاهدين بصوا او يتابعوا مباريات الاهلي بالذات هيلاقوا ال11 لاعب او 10 لعيبه باستثناء حارس المرمى، بما فيهم حارس المرمى اكتر لعيبه في مصر بتعمل تاكلينج، بتعمل يعني ده دليل على ان هم بيلعبوا بحماس، بروح الفانيلا الحمراء، بيلعبوا بحماس منقطع النظير. حتى لو بصيت له ازارو مروان محسن اللي هم جايين من الهجوم مش الدفاع بس، اللي بيخش يعمل كور مشتركه واستخلاص الكوره و... لا ده عبء كبير قوي على المهاجمين وعلى لعيبه وسط الملعب، اكتر ناس بيعملوا تزحلوا عشان يعملوا استخلاص الكوره، وده بيسبب التحام كبير نتيجة الروح المعنوية العالية ونتيجة الروح العالية اللي بيأدوا بيها، وده طبعا بيعرضهم أكيد للإصابات. يمكن كمان آخر إصابة حصلت في النادي الأهلي أو في مستشفى النادي الأهلي، رجع حسام عاشور مرة تانية للإصابات، لكن النهاردة اتصاب بكدمة في الركبة بعد طبعا ما كان خلاص تعافى من الإصابة في الكاحل، رجع النهاردة في التقسيمة واتصاب بعد كرة مشتركة ما بينه وما بين شريف إكرامي، اتصاب كدمة في الركبة. حتى في التدريبات يعني مش مجرد المباريات الرسمية حتى ولا المباريات الودية، حتى في التدريبات الكرات المشتركة كتيرة، يعني دليل على ان حسام عاشور راجع وبيلعب بنفس الحماس وعايز يرجع بنفس الباور نفس القوة ان هو يشترك في او يتحط في ضمن القائمة الأساسية، فبالتالي طبعا روح المعنوية عالية جدا، فبيلعب كما يجب يعني زي ما بيقول هو. وحتى الكرات المشتركة اللي انا اشرت اليها من شوية حصل مع شريف إكرامي، صحيح. ويعني مش عارف يعني أتمنى إن لعيبة النادي الأهلي مش ياخدوا بالهم أو يلعبوا بالشوكة والسكينة وكلام من ده، لا ده طبعا ده كلام غير منطقي بالمرة، ولكن إن يركزوا على الكور أكتر من التركيز ان هم يستحوذوا مجرد ان يستخلصوا الكور ويديها لزميل، لكن أعتقد إن هم يعني في ما اعتقدش ان هم هيشوفوا ايام اصعب من الايام اللي هم شايفينها دلوقتي، ان شاء الله هيتخلصوا من يا رب ان شاء الله باذن الله. طيب خلينا نروح للمباراه القادمه للنادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا، وهي مباراه شبيبه الثوره الجزائري ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه في الجزائر. بكره باذن الله الفريق مسافر 19 لاعب مسافر من النادي الاهلي عشان المباراه، شايف اللقاء اللي جاي هيكون عامل ازاي؟ اعتقد ان ضربه البدايه النادي الاهلي تجاوزها، يعني كان قصاد فيتا كلوب، فيتا كلوب طبعا، وده مش من المرات الكتير على فكره ان النادي الاهلي او اي فريق مصري يتجاوز ضربه البدايه في دوري المجموعات، ولكن فوز النادي الاهلي هيديله دفعه معنويه كبيره. اضف الى ذلك ان المباريات دايما المباريات المصريه سواء انديه او منتخبات في الجزائر اغلبها ما بتنتهيش لصالح فوز الفرق المصريه، ولكن انطلاقه النادي الاهلي امام فيتا كلوب هيديله القدره على ان هو يحصل على النقاط السته او البونت السادس يعني زي ما بيقولوا. واعتقد ان الكره دلوقتي طبعا بعيد عن التاريخ وعن البطولات وعن صحيح. لا ال 90 دقيقة هم اللي بيبينوا دلوقتي، هو لمن يبذل الجهد والعرق داخل الملعب أكتر. يعني لو حضرتك كنت تابعت مباراة سيمبا التنزاني مع شبيبة الثورة الجزائري وشفنا قد إيه تفوق سيمبا التنزاني على الفريق الجزائري، ده ما يدكش شوية أمل إن إحنا ممكن نتخطى عقبة شبيبة الثورة في المباراة القادمة؟ هو زي ما أشرت إن انطلاقة النادي الأهلي في ضربة بداية دوري المجموعات بالإضافة إلى أداء شبيبة الثورة الجزائري قدام في ضربة البداية أيضا، يعني يدينا امل، يدي النادي الاهلي افضليه، يدي امل، وخصوصا ان النادي الاهلي مش من النوع اللي بيدخل المباراه تحت شعار التفاؤل فقط وليس لمجال كره القدم، لا النادي الاهلي درس وشاف شباب الفريق الجزائري هيقدر يتعامل معاه بشكل كبير، وخصوصا ان لو حصد الثلاث نقاط اعتقد ان هو هيقطع مشوار كبير قوي نحو السيمي فاينل زي ما بيقولوا، واعتقد ان الاهلي هيستعيد قوته مره ثانيه، قوته افريقيا. وفي الوقت اللي هيمر فتره، يمكن انا شفت التقرير قبل منذ دقائق، اربع اسابيع، ثلاث اسابيع، اسبوعين بعض اللعيبه عشان يرجعوا بعد التاهيل البدني،
اعتقد يعني ان شاء الله باذن الله 3 4 اسابيع الجايين دول يشوفوا يعني يستعيد الاهلي قوته كاملا باذن الله ان شاء الله. طيب لو جينا نبص على الهجوم، وليد ازارو، صلاح محسن، مروان محسن مصابين، هل النادي الاهلي محتاج دلوقتي ان هو يفكر في مهاجم جديد؟ بالتاكيد طبعا. بص هو طبعا هو يمكن معظم انديه مصر دلوقتي محتاجه راس حربه، محتاج مهاجم فراوده. يعني لو بصيت المنتخب مصر اصلا يعني ما فيهوش راس حربه صريح دلوقتي، ما فيهوش اللاعب اللي ممكن تقولي هو ده اللي يقود مصر في الناحيه الهجوميه، بس محمد صلاح. محمد صلاح طبعا مش راس حربه صريح. صحيح. الاهلي محتاج ان هو فعلا راس حربه، يكون راس حربه صريح، يبقى هداف في الفتره اللي جايه. و طيب قرار قيد عمرو جمال شايفه ازاي؟ لا كويس. انا شايف انه قرار منطقي جدا جدا. عمرو جمال لاعب عنده خبره. أكيد. عنده خبرات محليه وافريقيه، وبيعرف طريقه للمرمى وبيسجل من نص فرصه. لو خد فرصته كاملا وهو حس بنفسه ان هو هيقود النادي الاهلي بشكل اساسي، لا هتفرق معاه كتير قوي، او هتفرق مع الفريق بشكل عام يعني. طيب خلينا نروح لاخر صفقات النادي الاهلي، حمدي فتحي، وطبعا اجاي كمان تم قيده افريقيا، وبرده بالتالي تم الاستغناء عن كوليبالي النهارده. شفت القرار ده ازاي؟ الحقيقه طبعا حمدي فتحي من اللعيبه المتميزه جدا، وقبل بلان حسن في انديته سواء بتروجيت او انبي. والاهلي محتاج هذه النوعيه من اللعيبه، اللعيبه اللي هي عندها بتلعب اكتر من مركز، يعتبر من لعيب جوكر يعني. هو من اللعيبه اللي الاهلي هيحتاجه في اكتر من مكان، اكتر من مركز. عنده معنويات عاليه، عنده دفعه قويه. عنده حب للنادي الاهلي. ودي تسوى كتير قوي. أكيد. زي أكيد. يمكن شفنا مع بعض قبل ما حضرتك تدخل الحلقه على طول لقاء مع حمدي فتحي في اول يوم ليه في تدريبات النادي الاهلي. اتكلم قد ايه هو سعيد ان هو موجود جوه النادي الاهلي، واتكلم حتى ان اسرته سعيده بطريقه يعني بيقول مامته كان بيكلمه وتعيط في التليفون من كتر ما هي فرحانه بيه ان هو راح للنادي الاهلي، يمكن ده كان حلم من احلامه. فاكيد لاعب بالنوعيه دي خايف فعلا على تيشيرت النادي الاهلي. الموضوع مش بس فلوس، مش 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 بس انا رايح اكبر نادي في افريقيا، لكن في بقى حاله عشق للنادي. بص هو يمكن السنتين اللي فاتوا لغه المال طغت على الملاعب وعلى اسلوب الاحتراف بين اللعيبه. نغبت ان النادي الاهلي رجع تاني بولاء اللعيبه، بحلم اللعيبه انها تلعب ترتدي زي النادي الاهلي في الوقت اللي وصل فيه اللعيبه لاكثر من 50 60 70 100 120 150 مليون. ومعنى ان في لعيبه تضحي ببعض الملايين. صحيح. عشان ترتدي لفريق النادي الاهلي، لا يبقى النادي الاهلي لسه بخير. النادي الاهلي لسه متعافي. معنى كده ان اللعيب حلمه، ما زال اللعيبه بتحلم انها ترتدي لعيبه النادي فانيله النادي الاهلي. فبالتالي ده هيفرق كتير قوي قوي مع الاهلي، ان اللاعب يلعب بعشق، بيعشق النادي الاهلي. ممكن الفلوس تتعوض في رحله الاحتراف الخارجي. صحيح. لو هو عايز حتى هو موجود جوه مصر ممكن الفلوس طبعا تتعوض، يعني يمكن انت لما تيجي تلعب في نادي الاكثر شعبيه وجماهيريه في افريقيا، فبالتالي انت هيجي لك اعلانات كتير، يعني أكيد. هيبقى في 50,000 مصدر تاني غير الفلوس بس اللي بتاخدها من النادي الاهلي. لكن لو بتلعب في نادي هيديك فلوس كتير وملوش اي شعبيه ولا جماهيريه، مين هيستخدمك او هتعمل ايه تاني غير انك تلعب كوره؟ بالظبط. بيتعوض بشكل كبير، بيتعوض من ناحيه المكافئات، ناحيه الاعلانات، بيبقى سبوت عليه بشكل كبير. اذا جاء يعني اذا مثلا سمسرة او الوكلاء اللاعبين في اوروبا دايما عينها على البطل دايما، وعلى صحيح. وخصوصا كمان الدوري او اللعيبه المصريه دلوقتي، طبعا محمد صلاح عمل حاله أكيد. كبيره في اوروبا. اكيد. واتجهت الانظار دلوقتي على اللعيبه المصريه، بس يعني المفروض ان اللعيبه تستغل ده، تشتغل على نفسها في الموضوع ده، ويكون ما بقاش يقف حلمها عند ارتداء فانيلة معينة أو اللعب لنادي معين، يكون عنده حلم أو عنده القدرة على ترجمة ذاته انه ما يلعبش النادي بس، يلعب لمنتخب بلاده ويلعب بره، يحترف بره في اوروبا. وده هيفرق كتير قوي مع اللعيبه. اكيد. اللقاء فيتا كلاب كان اللقاء الاول او الاختبار الاول لسارتي في البطوله الافريقيه. شفت اداؤه ازاي؟ بص الحقيقه طبعا هو
الاداء كان مختلف ما بين شوطي المباراه، يعني شوط المباراه الاول والشوط الثاني. الان استطاع النادي الاهلي ان يهدف يعني في المباراه. انا شايف ان نصرتي مع الوقت هيكتسب قدره الانسجام مع لعيبته، صحيح، مع الجهاز، مع باقي الجهاز. يمكن هو ده الكلام اللي قاله، قال انا دلوقتي لسه بتعرف على اللعيبه وقريب جدا احط التشكيل الامثل اللي همشي عليه. يمكن يعني ما فيش مدرب في العالم كله بيجي من اول مباراه ثاني مباراه مع الفرقه وبيختار الاختيار الامثل، ومش بس التدريبات اللي بتعلن عن امكانيات اللعيبه في الملعب عشان يختار كل لاعب في مركزه، لكن هو بيسترشد باقرب معاونيه في اول 3-4 مباريات الى ان يضع ايده على النقاط الصحيحه او التشكيل الامثل بالنسبه له. اعتقد ان نصرتي مع الوقت، ومع الوقت القريب مش الوقت البعيد كمان، لان النادي الاهلي ما بينتظرش عمليه المدرب اللي يجي يضع ايده عشان يعمل تشكيل امثل على الوقت على اللونج ران. لا، هو بعد مباراه او اثنين او ثلاثه ممكن يحدد بشكل كبير امكانيات او قدرات الفريق في احتياج اللاعب الامثل في المكان الامثل يعني. اعتقد ان يعني خلال المباراه الجايه، وده هيظهر بشكل كبير قدام الفريق الجزائري، ان هو هيختار التشكيل الامثل بس في حدود اللعيبه المتاحه، يمكن طبعا بعد الاصابات غصب عنه ان هو في لعيبه كتير قوي بعيده عن قدرات اختياره. لكن هو هيختار ليس في الامكان افضل مكان من مكان، يعني ان اللعيبه اللي عنده اللي هم المتعافين هيختار منهم التشكيل الامثل. وانا بقول بصراحه الله يكون في عونه، في عون الجهاز الفني، والله يكون في عون اللعيبه اللي داخله وشبح الاصابه قدامهم، فيعني لكم في عونهم يعني. طيب خلينا نتكلم عن اللقاء ده، يعني بعد ما شفت لقاء فيتا كلاب والنادي الاهلي، حسيت ان لسه في مراكز محتاجه تدعيم جوه النادي الاهلي؟ الحقيقه طبعا مراكز السردباكات بالذات، السردباكات قلب الدفاع. انا مش عارف كمان، انا مستغرب يعني ليه الاستغناء عن كوليبالي، يعني في الوقت ده هو كان نجم المباراه. عشان اجاي اللغه الافريقيه. لا، احنا محتاجين المكان ده، النادي الاهلي محتاج مركز المساك. يكفي ان المباراه اللي قبلها قدام بيراميدز الاثنين المساكين مش هم مساكين، ما كانوش بيلعبوا مساك، محمد هاني واشرف الاثنين المفروض ان هم طرفين، ان هم يلعبوا سيرد باكين في مباراه مهمه جدا جدا زي دي، ده يدل على ان النادي الاهلي لا محتاج جدا قلب الدفاع. دايما قلب الدفاع هو رمانة الفريق او بيدل على قوه الفريق. انا شايف ان الاهلي محتاج، قبل ما يحتاج ما يكون محتاج راس حربه، محتاج سيرد باك ضروري. طيب لو اتكلمنا برضو عن ابرز الصفقات الشتويه اللي حصلت، محمد محمود هو للاسف اتصاب، محمود وحيد، ياسر ابراهيم، حمدي فتحي، جيرالدو، صفقات كتير قوي عملها النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت، ايه ابرز الصفقات بالنسبه لك؟ ياسر ابراهيم لانه بيلعب مساك، ومساك متميز وخد بقى على المكان ولعب في سموحه، وكان من ابرز اللعيبه زي ما قلت لك، ان من ابرز يمكن من اهم انجازات النادي الاهلي لما حصد البطولات تلو الاخرى، كان عمود الفريق وائل جمعه. لما وائل الجمعه كان بيلعب سيرد باك، وكان طبعا بعيد بقى الفريق محمد ابو تريكه وبركات والجيل الذهبي، الجيل الجميل ده كان معتمد اصلا في الوقت اللي في مصر كسبت فيه 2006 كاس الامم الافريقيه، كان وائل جمعه. صحيح، هو صخره مصر وصخره النادي الاهلي. صحيح، ابني اعمل سيرد باك وابني عليه الفريق. سيرد باك لما يكون كويس بيبقى الفرقه كلها بتفرق. شايف مين سيرد باك موجود في الدوري المحلي ممكن ينفع النادي الاهلي في الوقت الحالي؟ لا، هو خلاص ياسر ابراهيم بعديه ما فيش سيرد باكات يعني هتيجي. الاهلي ما بيفكرش دلوقتي في سيرد باك، حتى السيرد باكات اللي خلصهم اللي كانوا تحت السن، اللي جزار بتاع كهرباء اسماعيليه على اكتر من لاعب لسه صغيرين ما عندهمش خبرات. جزار اتنقل برضو. ما انا بقول يعني ما كانش عندهم الخبرات، فلازم يتنقل اعاره، يعملوا خبرات بره ويرجعوا تاني. صحيح، بس انا شايف ان من احسن السيرد باكات في الدوري بشكل عام. هو نتكلم مثلا في سيرد باكات سموحه، سيرد باكات بيراميدز، اعتقد ان لا، الفرقه بيقوم عليها السردباكات ثم باقي المراكز. الاهلي محتاج دلوقتي
ان هو يشوف سيرد باك، لازم يشوف سيرد باك ضروري دلوقتي، ولو خد فرصته طبعا ياسر ابراهيم هيملى هذا المركز بشكل متميز يعني. طيب خلينا بقى نروح لملف تاني، هو ملف استضافه مصر اللي كان 2019. شايف الحدث ده ازاي؟ طبعا حدث مهم جدا جدا. عارفه لما الواحد لما جيله كده وش السعد مره واحده كده يبقى حظه كويس، لا انا شايف ان مصر في هذا التوقيت كانت محتاجه تنظيم كاس الامم الافريقيه، وان كانت ما كانتش بتفكر فيه. صحيح، يعني احنا ما كانش على البال، ما كانش على البال خالص. الوزير النهارده طلع وقال الحدث ده مقدر لمصر. اه بالظبط، يعني هو جالنا بص بقدره قادر زي ما بيقول. صحيح، وكمان احنا فوزنا ب 16 صوت لصوت واحد بس لجنوب افريقيا. لا ما ده طبيعي. لا ما هو قصدي مش منافسه احنا استعدنا لها من سنتين عشان نفوز 16 واحد. هو الموضوع خلاص جالنا من شهر، مش لسه وقت التصويت. جالنا في من شهر، وبالتحديد في شرم الشيخ لما جه احمد وشاف في البطوله الافريقيه اللي هي البطوله الشاطئيه، هو اللي عرض على مصر ان احنا ندخله. ومعنى ان يعرض على مصر يعني معناها ان احنا لو قلنا يبقى حتى تسند لينا. وجرت بقى المفاوضات بين الدول، وكان يوم التصويت ده يوم سوري، يوم شكلي. ولكن احنا كنا واثقين ان احنا هنفوز بتنظيم كاس الامم الافريقيه، وان كنت باكد ان هي جات لنا فرصه ذهبيه، ولولا كاس الامم الافريقيه لكان التسويف والمماطله في وجود الجماهير في المدرجات لكان ممكن ياخد له 10 سنين كامله. صحيح، فاعتقد ان هي دي جت عشان لنا انقاذ، جت لانقاذ الكره المصريه. انت دلوقتي في يعني الدوري مع الكره مع قانون الاستثمار، احنا دلوقتي في الاستثمار الرياضي بشكل عام والكره بشكل خاص. اللعيب دلوقتي وصل ثمنه ل 100 و150 مليون. طيب لازم الجمهور يجي، الجمهور سعر التذاكر هيغلى اكتر، ولما يجي الجمهور في المدرجات يملى المدرجات من 20 ل 30 ل 50 الف متفرج، هيبقى في ايرادات للانديه وتنقذ الانديه كمان من برضه دي ايرادات للانديه الجماهيريه. معلش مع يعني مثلا امبي لما يلعب النادي الاهلي هيستفاد من جماهير النادي الاهلي، لما يلعب الاهلي او يلعب الزمالك او الاسماعيلي او المصري. حلو قوي، هيستفاد من هذه الايرادات ولا لا؟ رايح جاي هيستفاد منها، على الاقل هيدخل له مليون في المباراه، 2 مليون وهكذا لو عمل اسعار تذاكر. اذا هنا هيستفيد بدخل الجمهور، وطبعا هيبقى مفيده جدا للكره المصريه ان يبقى يدر دخلي، وهيرفع عن كاهل بعض الانديه برضو. النهارده في انديه مهما كان اللي هي بتشارك في الدوري الممتاز برضو عقود لاعبتها لم تتعدى المليون، يعني بصيت الحرس الحدود الداخليه صحيح اكتر من لا احنا عندنا في الدوري المصري في الدوري الممتاز بالخصوص يعني في لعيبه بيخلصوا ماتش بياخدوا 5000 جنيه مكافاه، وفي لعيبه بيخلصوا ماتش بياخدوا 180000 جنيه مكافاه. بالظبط يعني كده. ده اللي موجود عندنا، ده الواقع. طيب شوفوا بقى التفاوت بقى الرهيب، تفاوت رهيب طبعا ما بين اللائحه الماليه لكل نادي، زي التفاوت الرهيب جدا 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 في انديه الدوري الممتاز. في لعيبه بتاخد كده بعد المباراه على طول في غرفه الملابس 7000 جنيه، وفي لعيبه بتستنى 500 جنيه وده اخر الشهر. فاعتقد ان الكلام ده لازم يتحط له لائحه ولازم يتحط له تقنين لهذه المعامله الماليه. طيب بالنسبه لدوري الدرجه الثانيه، انا سمعت ان في اجتماع جمعيه عموميه غير عاديه عشان يناقشوا فيها زياده حصتهم من البث، ده ازاي بقى؟ وهو اصلا دوري الدرجه الثانيه ده مش بيتذاع. بص هو في اللائحه حاطين 3% بس فضائي، عائد البث الفضائي لانديه الممتاز بيه والقسم الثالث. طيب. 3% البث الفضائي لانديه الممتاز. انا عايز اقول لك ان كان يمكن من سنه او من سنتين كانت دي ام سي سبورت لما كانت لسه موجوده وفاتحه وقناه النهار كان فعلا كان في مفاوضات او كان في فعلا اتذاعت يمكن لفتره معينه سنه موسم كامل اتذاعت لموسم كامل دوري الدرجه الثانيه، وبعد كده توقف عن البث. حصل كل نادي على من 300 ل 450 الف جنيه. وايه اللي حصل بعد كده؟ ما عرفوش يسوقوا المنتج ده، ما عرفوش قيمته عشان يسوقوه ازاي. في كمان موضوع كارثي ان العقد اللي مكتوب بين اتحاد الكوره والشركه اللي خدت الدوري عشان تبثه على الهواء اللي دي ام سي والنهار ما كانتش عامله شرط جزائي.
فانسحبت في اخر في اخر العقد يعني ما التزمتش بدفع القسط الاخير. هم اربع اقساط دفعت ثلاث ارباع الاقساط والربع الاخير اللي هو قيمته 8 مليون جنيه ما اتدفعش. ما كانش في شرط جزائي. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان كان فتح عنهم فتح يعني ما عرفوش او هم اشتروا ب 33 مليون في السنه دي. ما جابوش حتى ربع ثمنه مقابل. صحيح. او ما عرفوش يسوقوا المنتج ده. الانديه هي اللي كانت مستفيده لان كان بيتذاع لها ماتشات وبتاخد فلوس. صحيح. وبالتالي وكان لعيب ساعتها انا فاكر ان 44 لاعب من الممتاز ب انتقلوا للدوري الممتاز على مدار ال 18 نادي بسبب البث التلفزيوني. اتشافوا بعد ما كان قيمته مثلا 50,000 70,000 بقى قيمته 300,000 400,000 وفعلا لعيبه كتير جدا انتقلت وتألقت بعد كده. طيب الحل ده يعني الحل للازمه دي تكون ازاي؟ نقلل من القيمه الماديه للبث يذيعوا الماتشات بتاعتهم ببلاش عشان يتشافوا، ايه اللي يحصل يعني المفروض؟ لا انا شايف بقى اللي من العدل ان اتحاد الكوره يفتح المزاد على هذا الدوري. يفتحوا الاي لكل الشركات مش لشركه واحده. وطبعا ما ينفعش يتاخد بالامر المباشر. لازم يتاخد بمزايده. بس حضرتك لسه كنت بتقول انه ما جابش حتى ربع الفلوس اللي اتدفعت فيه عشان ما عرفش يسوقه. ما هو مش هيجيب عشان انت لو مش عارفه تقدري قيمه المنتج ده يمكن محتاج اسلوب اخر من التسويق. ايه هو بقى الاسلوب الاخر؟ الاسلوب الاخر ان انا اعتمد على اذاعه المباريات الشعبيه والجماهيريه. صحيح. زي مثلا المنيا بيلعب سوهاج، دي فرقتين شعبيتين لازم تذاع الماتش ده وبالتالي هيبقى لقاء جماهيري ناس كتير جدا هتشوف. صحيح. وتخاطب المعلن اللي عنده هدف بالزبط. في المكان ده بالظبط. انا عايز اقول لك على مفاجاه ان في احد بعض مش احد كمان بعض رؤساء الانديه كانت بتستغل هذا الإذاعة المباراة على الهواء استغلال لفرقتهم. يعني كانوا بيتفقوا مع رجال الأعمال بيبقوا عارفين المباراة هتتذاع بكرة، يروحوا رجال الأعمال ويروحوا عاملين إعلانات في السور ورا المرميين عشان يقدروا يجيبوا مثلا 30,000 40,000 من ورا هذه المباراة يقدروا يصرفوا على فرقتهم. وده طبعا كان شيء جميل جدا كان هم بيستغلوه بالشكل دوت يعني. طب أنت بقى كشركة راعية إزاي أنت ما يجيلكش الأفكار ديت؟ إزاي اللي ماسك الملف ده ازاي مش عارف يسوق هذا المنتج اللي هو غني جدا جدا؟ انا يعني واحد من الناس انا لو ماسك الملف ده واتباع الملف ده ب 20 مليون مثلا انا جبت قدامه 50 على مدار السنه الموسم الواحد انا اقدر اتعامل مع رجال الاعمال اللي في المحافظات. صحيح. لان اغلب الانديه كمان اللي في دوري الدرجه الثانيه دي بتمثل مناطق او محافظات او كاملة. صحيح. مراكز مراكز كامله يعني دمياط محافظه دمياط سوهاج محافظه سوهاج المنيا محافظه المنيا اسوان وهكذا كلها بتمثل محافظات. لابد من التعامل بعقليه المستثمر او بعقليه تسويقيه يكون ناس فاهمه ويكون ايديها في الموضوع دوت. ما يبقاش العمليه ايه لا والله اصل هو ما جابش. طب ما انت ما ساعدتش ما عرفتش تسوقه وما ساعدتش للتسويق في نفس الوقت انت كاتب عقد يعني خرجت اللي هو كان كاتبه دوت من مأزق من 8 مليون يعني زي ما بيقولوا يعني. وبعدين انت ما عرضتش كمان دلوقتي يعني انت دلوقتي طيب تفتكر ايه السبب اللي خلى دلوقتي الانديه تتكلم في النقطه دي؟ هل في مثلا بوادر ان هيكون في حد هيبيع المباريات الخاصه بالقسم الثاني؟ هو ابتداء من الموسم الجاي هو اتحاد الكره عايز يعمل دوري محترفين ليه؟ اللي هم 24 نادي. طب وليه عايز اعرف هو عايز يعمله فعلا ليه وليه هم مش موافقين؟ مش موافقين عشان اولا هيقضي على جماهيريه اللعبه ازاي. اللي هيوصلوا ال 24 نادي دول اللي هم كان مخطط 18 60% منهم انديه شركات اللي هيوصلوا لان طبعا دول اللي معاهم الفلوس ومعاهم ما عندهم امكانيات. معنى كده ان لو اتسوق بانديه شركات مش مرئيه ما حدش هيتفرج بقى يعني انا دلوقتي هتفرج على كوكولا بيلعب مش عارف بس في الحاله دي الشركه نفسها هي اللي بتعلن عن نفسها. بالظبط. لا انا بتكلم على مين اللي هيتابع الدوري ومين اللي هيتفرج على الدوري. انت بالشكل ده هيبقى سؤال بعيد كفر الشيخ لان بص اكتر من 60% من الانديه الجماهيريه بعيد المريخ كل ده لو انت بصيت لمراكزهم في الدوري السنه دي ممكن المريخ البورسعيدي يعني بحس ان امكانياته كويسه بعيد عشان عندهم مجلس اداره كويس
مجلس كله شباب، احمد جوهر من رؤساء مجالس الاداره الشابه اللي بتقدر تقنع المحافظ بورسعيد وتقنع كمان رجال الاعمال ان هم يعملوا استثمار في في تفريق القناه مثلا. عنده فلوس، عنده فلوس كويسه جدا، طيب غزل المحلة من اكتر الناس اللي عندها فلوس في القناه دلوقتي بينافس القناه بفرق بونت بينه وبين المركز الاول وبين الترسانه. في اربع انديه شركات القناه واف سي كوكاكولا وسيراميكا بنفس الترسانه فرق بونت واحد، فبالتالي يعني جايز جدا الفرقه منهم تصعد وجايز الترسانه. لو بصيت المجموعات الثانيه برضو معظمها انديه شركات معاهم فلوس. القيمة التسويقية للاعب الدوري الممتاز به دلوقتي وصلت لأكثر من 300,000 جنيه في الأندية دي. لسه بقول لك إن أنت عارفة كوكاكولا راست 7,000 جنيه في حالة الفوز بياخدوا مكافأة اللبس. يمكن دي قريبة يمكن من مكافآت الدوري الممتاز. مش بس كوكاكولا، ده سيراميكا كمان عامل لائحة تصاعدية يعني بتوصل لـ 9,000 و12,000 جنيه في المباراة الواحدة، ومع ذلك بيتغلب عادي من كل الفرق اف سي مصر. تعرف بس مشكلة الفرق دي ان دايما لما بتطلع للدوري الممتاز بتنزل تاني. ما بتنزل تاني عشان بتفرط اولا في لعيبتها، امكانياتها السقف بتاعها يعني سقف طموحها، سقف طموحها وسقف المادي كمان. اصل انا كمان مش يعني لما يكون عندي في الممتاز به سقف المادي عندي اللعيب عندي ب 300,000 400,000 وفجاه في الدوري الممتاز اللعيب ب 2 مليون و3 مليون، طب انا هغطي الجاب ده ازاي؟ من 300,000 ل 2 مليون هجيبها ازاي؟ بالاضافه لان اتحاد الكره واعد الانديه اللي هتوصل للدوري المحترفين 2 مليون جنيه، طب 2 مليون جنيه يجيبوا كام لعيب؟ بالظبط 5 لعيبه بالكتير قوي. يجيبوا 5 لعيبه من الدوري الدرجه الثانيه برضه. وهم بيلعبوا في الثانيه مش في الممتاز. طب انت كده هتاخد ال 2 مليون هتعمل بيهم ايه؟ هتجيبهم 3 4 5 لعيبه، طب بقيه اللي هتصرفه على الدوري ازاي؟ ناشئ في الدوري ده بقى اللي جاوب على سؤالي. طب ليه هم مش عايزين يلعبوا دوري محترفين؟ عشان دي عشان لو لعبت دوري محترفين هتديني 2 مليون، 2 مليون مش هيعملوا لي حاجه. صحيح. دي حاجه وهتتظلم الانديه الجماهيريه وهتتظلم بالظبط كده. لا انا ممكن اعمل الثلاث مجموعات زي ما هم وممكن اسوقهم واسوقه كويس قوي وصعد ثلاثه دوري ممتاز وهبط ثلاثه بدل ما هبط سبعه وهبط اربعه وهبط خمسه والقصه دي وحافظ على جماهيريه اللعبه على صحيح. شعبيه اللعبه ما اقدرش اضيعها بحجه الدوري المحترفين. انا ممكن استغل الدوري ده كويس قوي بشكل احترافي وبشكل منهجي، لان طبعا استحاله جدا دوري المحترفين مطروح يروح يلعب اسوان ويقعد يومين ثلاثه في اثناء الموسم. طب احنا لو طبقنا دوري المحترفين في 24 فريق معنى كده ان 46 مباراه في السنه والسنه كلها فيها 52 اسبوع من 46 اسبوع، طب هنضغط المباريات، هنضغط المباريات لفريق اسوان بيلاعب مطروح محتاج له اربع ايام بقى هتضغط المباريات ازاي؟ موضوع صعب جدا. لازم نراعي الظروف المعيشيه والظروف المجتمعيه في المحافظات عشان نقدر نقدم دوري كويس. الدوري السنه دي قوي جدا جدا، مش محتاج صدقيني والله مش محتاج عمليه مجموعه واحده، الثلاث مجموعات الثلاثه ما تعرفيش مين هيصعد ومين هيهبط. الاخير بيكسب والاول بيتعادل والمباريات صعبه جدا جدا في الثلاث مجموعات. يا ترى بني سويف ولا اسوان المجموعه الاولى هيصعدوا ومعاهم المنيا؟ يا ترى المجموعه الثانيه زي ما قلت لك الترسانه وكوكاكولا وسيراميكا واف سي والقناه وفرق كتير. المجموعه الثالثه المجموعه الجماهيريه كلها طنطا، بلديه المحله، غزل المحله، دمنهور، الرجاء، وكفر الشيخ. الموضوع ملتهب بس هم محتاجين ان حد يبص عليهم. دي حاجه. الحاجه الثانيه، طب من السنه دي انتوا سايبينه كده الدوري ده وبيتذاع ببلاش على بعض القنوات، بيستغلوا فرصه لبعض القنوات ان هم يذاعوه، وهم اللعيبه كمان محتاجه ان يتذاع زعلهم ماتشات محتاجين هم يتشافوا بالظبط. طب ده مش اهدار ملعب؟ هذا المنتج ما انت في ايدك انك انت تعرضه، هل عرضته للبيع؟ ما عرضتوش للبيع، اذا هنا انت اهدرت. هو برضه هيرجع هيقول انا ما انا عرضته للبيع وما جابش ثمنه. لا معلش، ما انت لما عرضته للبيع زودت القيمه بتاعته قوي، يعني هي كانت قيمته التسويقيه ساعتها في حدود 10 مليون، انت خليته 33 مليون فجاه مره واحده. يعني انا مش عايز اقول اتضحك على اللي اشترى بدليل ان هو هرم ما كملش وزوغ وما دفعش حتى القسط الاخير.
لا انا شايف ان الناس لازم تكون ايديها في الموضوع، ولازم تكون ايديها عندهم خبرات اكتر من كده عشان يعرفوا يسوقوا هذا المنتج يعني. ده بالنسبه للدوري الدرجه الثانيه. نروح بقى لدوري الممتاز، دوري مصري ممتاز. شايف ايه الجديد في السنه دي؟ بص، هو الجديد هو عمليه خطف اللاعبين والصراع على 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 اللاعب، خصوصا من انديه. بنتكلم على الانتقالات الشتويه. الانتقالات الشتويه هتعمل شيء من رمانه الميزان في بعض الانديه بس اللي بتنافس، اللي هو المربع الذهبي، ولكن محلك سر بالنسبه للانديه اللي تحت. صحيح. يعني لو بصينا نجوم المستقبل، الداخليه، حرس الحدود، الانديه اللي هي بتعاني من صراع عدم الوجود، برضه الامكانيات هي اهي. ما يقدرش هو لما يبيع لعيب، بالعكس ده هو بيبحث انه يبيع لعيب لربما السناره تشبك في لعيب من عنده يجيب له 10 مليون. هو ده كل طموحه، كل طموح الانديه اللي تحت. لو بصيت للصفقات اللي عملها الانديه دي، صفقات عاديه جدا، مش صفقات براقه زي ما بيقولوا. انا شايف ان الصراع على زياده قيمه التسويقيه للاعب في مصر لا مبالغ فيها جدا. مش عايز اقول ان لازم يتحط سقف، لان طبعا كده احنا هنرجع للرده الاداريه. ما ينفعش ان احنا نقول نتحط سقف للاعب قيمته مثلا 10 مليون، لا يزيد ما يبقاش 10 يبقى 20. ما ينفعش الكلام ده، بس لازم يكون في شيء بين العقلانيه. بس المشكله انت حتى لو حطيت سقف يعني الاسعار اللعيبه، ممكن الفلوس تتاخد من تحت الترابيزه، ده عادي جدا يعني. بالظبط، هو ده اللي يبقى ناس ثانيه تستفيد. لا، يبقى اتحاد الكره بقى يستفيد، ويستفيد بنسبه ال 1.5% في حكايه كود اللعيبه، وعلى الاقل هو يبقى يستفيد. وساعتها ممكن يتحط كمان في العقد. انت عارف ان فتحت لنا قصه العقود وازاي بتتكتب في العقود. يعني لعيب مثلا قيمته مليون جنيه مثلا، بيتكتب في العقد اقل من كده، العقد نفسه. ليه؟ ده بيخليك تهربي او تتجنبي انك تدفع ال 3% او ال 1.5% القيمه، هتبقى عاليه جدا على كاهل النادي. انا اعرف انديه في الممتاز به وفي القسم الثالث بيكتبوا في العقد 1000 جنيه بس قيمه عقد اللعيب، 1000 جنيه، ويكون هو عقده 100000 جنيه. عشان يدفع 150 جنيه بس. بالظبط، بدل ما يدفع له 15000 و150000. فدي دي اسلوب التحايل، انه وبينه وبين اللعيب بيبقى في بقى ضمانات ثانيه خالص. فدي بيبقى اسلوب ثاني للتحايل. بيفكرني بالجواز مؤخر الصداق والمهر والحاجات دي. بالظبط بالظبط. فلا انا شايف ان المنافسه السنه دي في الدوري الممتاز هتبقى منافسه قويه، وخصوصا بعد الانتقالات الشتويه. الاهلي بس ربنا يبعده عن الاصابات، هتلاقيه يرجع الاهلي قادم. الزمالك السنه دي ما شاء الله يعني برده ماشي بشكل متميز الحقيقه جدا. وبيراميدز يكفي ان هو معاه يعني اسعار لعيبته وصلت للمليار دلوقتي النادي كله يعني. وبعد ما رجعوا في كلامهم كان عارضينه للبيع ب 45 او 450 مليون او 45 مليون دولار، في حين ان هم اشتروه ب 5 مليون دولار فقط يعني، وكان ساعتها يعني تقريبا بحاجه و 80 مليون جنيه. صحيح. فوصل القيمه التسويقيه للانديه واللعيبه وصلت مداها يعني زي ما بيقولوا يعني. خلينا نروح بقى لمحمد صلاح. محمد صلاح بيتعرض بقى في الفترة الأخيرة دي لاتهامات ان هو بيمثل، ان هو بيقع دايما في منطقة الجزاء، زي ما كان مثلا بيتقال على نيمار، بس نيمار كان بيعمل كده في كأس العالم بجد، كان بيمثل بجد. شايف الانتقادات دي ازاي؟ بص، محمد صلاح وصل للنضج الكروي اللي يمكنه من استخدام ذكائه عن طريق المرونة اللي اكتسبها من خلال ان هو بيشتغل على نفسه. اولا محمد صلاح بقى عنده مرونه ورشاقه غير عاديه دلوقتي. صحيح. نتيجه انه بيشتغل على نفسه كتير، دي بتمكنه ان هو يترجم لغه الاشاره عنده، اللغه المهاريه زي ما بيقولوا، لان اللعيب المهاري خصوصا في منطقه الجزاء بيستغل هذه المهاره، بيستغل هذه المراوغه، بيبقى عنده حلول. واللعيب اللي عنده حلول بيبقى اللعيب غالي جدا جدا. أكيد. هو الاهلي ليه اشترى حسين الشحات؟ عشان عنده حلول. أكيد. عنده حلول في الناحيه الهجوميه. محمد صلاح عنده حلول، واحنا شفنا المباراه اللي فاتت اللي حصل فيها على ضرب الجزاء، كره ميته جدا، ظهره للمرمى بعيد عند حافه خط ال 18، لف بالمدافع بشكل مرن، بشكل عنده رشاقه،
فالمدافع اضطر ان هو يستخدم مع العنف. طب اذا هنا من لعبه ميته احيا اللعبه الى لعبه بقت ركله جزاء. يبقى تامر بقى يوصل لعامل ازاي؟ صحيح. فبالتالي استخدم اساليبه، استخدم ذكائه، استخدم رشاقته، استخدم مرونته اللي اشتغل عليها، اللي اجتهد عليها، اللي دافع فيها دم قلبه زي ما بيقول. فبالتالي لعيب زي ده لا بيوصل، بدا يرتقي وبدا يوصل منحناه الفكري اللي هو بيشتغل على نفسه من خلال المنحنى البدني كمان. فبالتالي لا هو بكده قدر فعلا ان هو يدخل من ضمن افضل يعني اكتر 10 لعيبه ده قبل كاس العالم، اكتر 10 لعيبه الاعلى سعرا دلوقتي ما شاء الله دي ممكن وصل للمربع الذهبي في وسط اللعيبه الاعلى سعرا. فبالتالي لما مش عمليه اجتهاد عمليه التدريب وانا بدري والقصه دي، لا 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 ده موضوع تاني خالص، موضوع احترافي فكريا وبدنيا بالظبط. وزي ما بقول لك بيشتغل على نفسه فكريا وبدنيا وبيوصل للنتيجه اللي هو عايزها. صحيح. استاذ محمد باين ناقد رياضي في الاهرام نورتنا النهارده في كلام في الميديا. شكرا 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 لحضرتك. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده في كلام في الميديا، اشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 5 مساء بحلقه جديده. يوم سعيد على حضراتكم.